أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات في مادة الأحياء الدقيقة تخصص التمريض العام والقبالة، التمريض العام للطلاب والطالبات والقبالة للطالبات. هذه المادة طبعا مادة إن شاء الله تعالى نبدأ معاكم في الأحياء الدقيقة أو المادة أو المساق اللي بتناول دراسة الكائنات الدقيقة، دراسة الكائنات الصغيرة جدا والمتناهية في الصغر. زي ما احنا شايفين قدامكم الآن وصف لمساق الأحياء الدقيقة. هذا الوصف بيشمل أولا تعريف بمدرس المادة. مدرس المادة معاكو نضال عبد القادر فياض، محاضر في قسم الأحياء والتكنولوجيا الحيوية ورئيس قسم الأحياء والتكنولوجيا الحيوية. البيانات اللي قدامكو هذه بيانات رقم التلفون الداخلي، رقم الجوال، رقم عنوان الإيميل والتاريخ وعنوان المكتب ووقت مكان المحاضرة إذا كانت المحاضرات طبعا وجاهية، لكن هذا الفصل إلى حد الآن ستكون هذه دراسة أو دراسة هذا الفصل إلكتروني إلى أن يجد جديد إن شاء الله تعالى. بالنسبة للساعات المكتبية هذه برضو بتهم التدريس والتعليم الوجاهي اللي بتكون فيه هناك دراسة منتظمة. خلينا نشوف ما هي محتويات هذه المادة. أولا هنقسم المحتوى إلى 14 أسبوع، يعني الأنشطة داخل الفصل خلال 14 أسبوع. الأسبوع الأول هنتكلم فيه عن الـ Observing Microorganisms، بمعنى هنتكلم عن كيف إحنا بدنا نشوف أو نرى الكائنات الدقيقة through microscope من خلال المجهر، يعني كيف بدنا نشوف الكائنات الدقيقة تحت المجهر، كيف الشيب تبعها، كيف شكلها، هل هي كروية ولا عصوية ولا واوية، الحجم، هل حجم الخلايا البكتيرية حجمها كبير ولا صغير ولا متوسط. خلينا نشوف الارنجمنت، ترتيبها مع بعض، الارنجمنت ترتيب الخلايا مع بعض، هل الخلايا ملتصقة مع بعض، هل الخلايا منفردة، هل الخلايا متكتلة فوق بعضها البعض إلى آخره. كل هذه الأشياء سندرسها خلال الأسبوع الأول والأسبوع الثاني. هنتكلم أيضا عن الأصباغ، سمبل ستين، صبغة البسيطة، يعني الصبغة البسيطة. شو يعني الصبغة البسيطة؟ إنه كيف نصبغ الخلايا البكتيرية بصبغة واحدة، صبغة قاعدية واحدة. إحنا لو أخذنا معلومة إنه البكتيريا مثلا، البكتيريا كلرلس، شفافة، لا ترى بالعين المجردة لأنها شفافة وصغيرة في الحجم. أولا شفافة لا يمكن رؤيتها حتى وإن كانت كبيرة في الحجم، لذلك يستدعي منا انه احنا نصبغها عشان نشوفها تحت الميكروسكوب. يعني لا يكفي الميكروسكوب او المجهر ان نشوف هذه الخلايا حتى وان كانت كبيرة في الحجم. ليش؟ لانه هي شفافة، ترانسبرانس. ديفرنشال ستيننج، الأصباغ التفريقية، عشان نميز ما بين مجموعتين من البكتيريا. يمكن انتوا سمعتوا او ما سمعتوش عن حاجة اسمها جرام ستين او صبغة جرام. صبغة جرام تستطيع من خلال هذه الصبغة، نوع من انواع الصبغة اسمها جرام على اسم عالم اسمه جرام، كريستيان هانس جرام اسمه. هذا العالم قسم البكتيريا حسب التركيب الداخلي للجدار الخلوي الى ايه؟ الى قسمين. قسم بسموه جرام بوزيتيف بكتيريا، والقسم الاخر بسموه جرام نيجاتيف بكتيريا. بمعنى انه لو انا صبغتها بصبغه جرام، فهذه الصبغه ممكن تكون لونها بنفسجي بيربل فايوليت في جرام بوزيتيف، وتكون لونها ريد كلر او بينك كلر على شكل اللي هو بينك كلر او ريد كلر لما تكون جرام نيجاتيف بكتيريا. عشان يسموها ديفرنشال ستيننج، صبغات تفريقيه تفرق بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. تقلقوش، هذا كله هنتكلم عنه بالتفصيل. سبيشال ستيننج، صبغات خاصه، يعني صبغات خاصة، صبغات تصبغ أشياء خاصة داخل مين؟ داخل الخلية، زي مثلا نصبغ الكبسول المحفظة، أو نصبغ الاندوفلاجيلا، عفوا الفلاجيلا الصوت، أو نصبغ مثلا البلاي إلى آخره اللي هي الأهداب، وبالتالي هذا بسموها سبيشال ستيننج. في الأسبوع الثالث والأسبوع الرابع
هنتكلم عن الفانكشنال اناتومي اوف بروكاريوس، هنتكلم عن التشريح الوظيفي. التشريح الوظيفي يعني كل جزيء في داخل الخلية البكتيرية شو وظيفته ومما يتكون. مثلا هنتكلم عن السيل وول، جدار خلوي، هنتكلم عن سيل ممبرين، الغشاء الخلوي، هنتكلم عن الكبسول، هنتكلم عن البيلاي، الأهداب، هنتكلم عن الفلاجيلم، الصوت أو الفلاجيلا، الأصوات، هنتكلم عن السيتوبلازم، هنتكلم عن الريبوزومز، الريبوسومات، هنتكلم عن النيوكليير اريا، المنطقة النووية، هنتكلم عن الوان سيركولر كروموزوم، الكروموزوم الواحد. كل هذه الأشياء والمفردات هنتكلم عنها خلال الأسبوع الثالث والأسبوع الرابع. كلمة بروكاريوتيك سيلز يعني خلايا بدائية النواة. خلايا بدائية النواة نتكلم برضو عنها في حين نفصلها تفصيل. البروكاريوتيك سيل خلايا بدائية النواة، بمعنى انه هذه الخلايا ما عندهاش غلاف نووي، بمعنى انه المادة النووية تسبح في السيتوبلازم بدون ما يحيط فيها مادة غلافية او غلاف نووي. يعني اتكلم عن الجلايكوكاليكس. جلايكوكاليكس ايش يعني؟ الجلايكوكاليكس هو الكبسول والسلايم لاير، هي المنطقة المخاطية التي تحيط بالخلية البكتيرية. الفلاجيلا، الاصوات اللي بتتحرك فيها. الفيلامنتس، الاكسيال فيلامنتس، الاصوات الداخلية. السيل وول، الجدار الخلوي. بلازما ممبرين، الغشاء الخلوي. السيتوبلازم، السيتوبلازم. الريبوزومز، الريبوزومات اللي هي وظيفتها تكوين وتخليق البروتين. انكلوجنز، المشتملات، المواد، الحويصلات الموجودة في داخل السيتوبلازم، منها تخزين لتخزين الدهون، ومنها لتخزين الهواء، ومنها لتخزين الحديد وإلى آخره. الاندوسبور، الجراثيم أو الأبواغ اللي بتنتجها بعض أنواع البكتيريا من أجل الحماية من الظروف البيئية الصعبة. بعد هيك بكون الميد تيرم. طبعا خلال الفصل الوجاهي هيكون في ميد تيرم، لكن احنا هنقسم الأنشطة على 40 درجة. الأنشطة زائد ميد تيرم امتحان كمان مرة، الأنشطة على الموديل والامتحان النصفي عليهم 40 درجة، والامتحان النهائي هيكون على الموديل داخل الجامعة هيكون عليه 60 درجة. في الأسبوع الخامس والسادس هنتكلم عن الميكروبيا، الجروث، النمو الميكروبي، كيف تنمو البكتيريا، كيف تنشطر، شو العوامل الفيزيائية اللي بتساعد على زيادة سرعة النمو تبعت البكتيريا، شو العوامل الكيميائية اللي بتساعد على هذا النمو، أي بمعنى على زيادة النمو البكتيريا أو انقسام البكتيريا. هنتكلم عن الأجار كلشر ميديا، الأوساط الزراعية اللي بنزرع فيها البكتيريا، كيف بنحضرها، كيف بنعمل لها نقل، كيف بنعمل لها اكثار او نزود عددها، كيف ننمي البكتيريا على شكل مستعمرات. كل هذه العناوين هنتكلم لها خلال الفصل. بريزيرفينج بكتيريال كلتشر، كيف نحفظ المزارع البكتيريا، عندي مزرعه بكتيريا كيف بدي احفظها لمده معينه الى اخره، في عده طرق منها. كيف بدنا نتكلم عن الريبرودكشن ان بروكاريوس، كيف طرق التكاثر في البروكاريوس او بدايه النواه ومنها البكتيريا. الدايركت ميجرمنتس، الطرق العد المباشره للنمو الميكروبي اوف مايكروبيال جروث. هنتكلم عن استيميتنج بكتيريال نمبرز، هنتكلم عن تعداد البكتيريا، كيف بدي اعد الخلايا البكتيريه في عينه معينه. مثلا عينه بول، اخذوا عينه بول يورين سامبل وقالوا والله بدنا نعمل لها فحص قديش عدد البكتيريا الموجوده فيها. هذه طبعا بسموها طريقه استيميتنج بكتيريال numbers، estimating bacterial number، طرق عد البكتيريا. ايضا في هناك طرق indirect methods، طرق ايه غير مباشره، غير مباشره في حين وهنتكلم عنها بالتفصيل. تقلقوش من المصطلحات، هذه المصطلحات عشان اول مره بتسمعوها هتلاقوها صعبه، لكن بعد هيك هتكون ان شاء الله تعالى سهله ومتاحه. لكن المطلوب منكم دائما تتابعوا اول باول، مصطلح اول باول تحفظوه، تتدربوا عليه، تتعلموا كيف كتابته من ناحيه املائيه، كمان عشان ما تستصعبوش قدام لما نبدا في المحاضرات. لكن اليوم هي محاضره عامه، كيف بدنا نتكلم عن كل الماده اليوم. بعد هيك هنتكلم على الكنترول اوف مايكروبيال جروث، كيف بدنا نعمل مكافحة للميكروبات. في هناك طرق، في فيزيكال ميثودز، طرق فيزيائية، في مايكروبيال
كنترول كيميكالز، كيميكال ميثودز، طرق كيميائيه. في عندي كمان طرق فيزيائيه وطرق كيميائيه ايضا. في عندي هنتكلم عن الميكروبيال كاركترستكس، الخصائص الميكروبيه. كل ميكروب عنده خاصيه معينه، هنتكلم عنها، شو مقاومته للمضادات الحيويه، شو مقاومته للمنظفات، شو مقاومته للمبيدات الحشريه الى اخره. اند ميكروبيال كنترول وطرق مكافحه، يعني مثلا على سبيل المثال اعطاء المريض مضاد حيوي، هذا يسمى control of microbial growth. أنا عملت له مكافحة لنمو الميكروبات. يعني واحد عنده tonsillitis، التهاب في اللوزتين، أعطيته مثلا مضاد حيوي، هذا المضاد الحيوي الانتيبيوتيك، هذا عمل له control of microbial growth. اليوم عشان في زمن جائحة كورونا بينصحوا الأطباء استخدام المضاد الحيوي اللي هو الأزيكير. ليش الأزيكير؟ لأنه الأزيكير دراج اوف تشويز لمين؟ للبكتيريا اللي بتعمل التهابات في الجسم، زائد انه هي ما بتعملش تخفيض في المناعة، وبالتالي احنا جسمنا الآن تحتاج الى انه تكون المناعة قوية عشان ما يتعرض الى هذا الفيروس، لأنه الفيروس كورونا هو بيهاجم دائما اجسام الضعيفة من ناحية مناعية، اللي عنده المناعة ضعيفة، عشان هيك الدراج اوف تشويز تبع الانتيبيوتيك اللي هو الازيكير. فاستخدام الازيكير كمضاد حيوي يعتبر ميكروبيال كنترول او مكافحة ميكروبية او للقضاء على الميكروبات. هنتكلم بعد هيك عن الفنجاي، الفطريات، بيولوجية الفطريات، كيف وين بتعيش وكيف بتنتقل وكيف بتتكاثر والى اخره. بعدين هنتكلم عن الكلاسيفيكيشن، تصنيف الفطريات. هنتكلم عن الميديكال امبورتانت، الاهمية الطبية للفطريات، الاهمية الطبية للفطريات. وحنتكلم عن التريتمنت، علاج الالتهابات الفطريه. بعدك هنتكلم عن البروتوزوا، الاوليات، الاوليات زي مثلا الانتميبا هستوليتيكا، زي الجارديا لامبليا. ايضا هنتكلم عن البيولوجيه، كيف تتكاثر، كيف تنتقل، كيف بتعيش الى اخره، كيف تتغذى، كيف تتحرك. ايضا هنتكلم عن الكلاسيفيكيشن، تصنيف للبروتوزوا، تصنف الى 4 كلاسز هنتكلم عنها في حينه. هنتكلم اللي هو الاهميه الطبيه، الأهمية الطبية للبروتوزوا، كيف بنستخدم زي المترونيدازول اللي هو الفلاجيل. أيضا هنتكلم كعلاج، بنستخدم المترونيدازول أو الفلاجيل كعلاج. الميديكال امبورتنت، الأهمية الطبية مثلا له أهمية لأنه بسبب أمراض، زي مثلا مين؟ زي الجارديا بسبب مرض، زي الانتميبا هوستوليتيكا بسبب مرض، زي الترايكومونوس فاجينالس بسبب مرض إلى آخره. فكل هذه هنتكلم عنها في المحاضرات خلال الفصل إن شاء الله تعالى. هلمنثز الديدان، الديدان الممرضة للإنسان، زي مين؟ زي دودة الأسكارس، زي دودة الانتروبيوس فيرموكولاريس الدودة الدبوسية، زي تريكيورا ستريكيورا، زي التينيا سيجيناتا الدودة الشريطية، زي دودة البلهارسيا الأسكال، عفوا الشيستوسوما هيماتوبيوم إلى آخره. فكل هذه الديدان هنتكلم عنها خلال اللي هو موضوع الديدان، بتكلم من ناحية بيولوجية، كيف بتعيش، كيف بتتكاثر، كيف بتتغذى إلى آخره. أيضا طرق تصنيف الديدان والأهمية الطبية إلى ميديكال امبورتانت اند تريتمنت، واهميتها العلاجية وكيف بدنا نعالجها. الموضوع اللي بعد هيك هنتكلم عن بعض المبادئ، برينسيبلز اوف ديزيز، بعض المبادئ تاعت المرض، زي الابيدمولوجي، طرق انتشار المرض، الوبائيه تاعت المرض، زي مثلا النورمال مايكروبيوت، الكائنات الموجوده بشكل طبيعي في جسم الانسان، اند عن كوخ بوسيوليس وفرضيات كوخ. هنتكلم عن فرضيات كوخ اللي هو العالم روبرت كوخ، عالم ألماني عمل فرضيات هنتكلم عنها. classifying infectious disease، كيف بدنا نصنف الأمراض المعدية، predisposing factors، العوامل المهيئة لحدوث المرض. هنتكلم أيضا transmission of disease، طرق انتقال المرض. هنتكلم عن النوزوكوميال انفكشن، عدوى المستشفيات، العدوى التي يكتسبها الانسان من مكوثه في داخل المستشفى. انفكشن باي ايمرجينج انفكشنز ديزيز، ايضا العدوى بالامراض المعديه الطارئه.
ايضا هتكلم عن الريزيرفوارز، المخازن، الستورج لامين اوف انفكشن، مخازن العدوى، من وين اجت العدوى، ممكن تنتقل العدوى من الى، مثلا مرض الريبس، الكلب موجود في الكلب انتقل للانسان، مثلا الافيان فلو، انفلونزا الطيور تنتقل من الطيور للانسان، وهكذا. يعني ممكن يكون الانسان كمان هو مصدر العدوى، هو الستورج، هو زي مثلا فيروس كورونا، هو الانسان هو الان صار هو المصدر المعدي. مايكروبيال ميكانيزمز، الميكروبيال ميكانيزمز اللي هو الطرق الميكانيكية أو طرق الدخول الميكروب ميكانيكيا من للجسم. مثلا لما نقول أنا ميكانيكس أوف باثوجينيسيتي، يعني الطرق الميكانيكية لدخول مين؟ الميكروب. يعني مثلا ميكروبيال ميكانيزمز أوف باثوجينيسيتي، يعني الطرق الإمراضية، مثلا portals of entry، طرق دخول الميكروب. على سبيل المثال احنا في جائحة كورونا، كورونا طريق دخوله اما عن طريق الفم او عن طريق الانف، وبشكل اقل عن طريق العين، هذه طرق دخول. لكن لو دخل هذا الفيروس عن طريق الدم لا يحدث مرض. كمان بكتيريا مثلا فيبريو كوليرا لازم تدخل عن طريق الفم الى المعدة عشان تحدث المرض، لكن مثلا فيروس كورونا لازم ينتقل عن طريق الأنف أو الفم أو العين، ثم ينتقل إلى الجهاز التنفسي. لو راح على الجهاز الهضمي بيعملش مرض. يبقى طريق الدخول الميكروب مهمة جدا، نتكلم عنها بالتفاصيل. طبعا كتير في طرق دخول للميكروب. أدهيرانس، طرق التصاق الميكروب مع الوسط، مع العائل، لما نقول أن الهوست العائل اللي هو مقصود فيه المريض أو الإنسان. يبقى أدهيرانس طرق التصاق الميكروب لمين؟ للعائل، لخلايا العائل. انزيمز، الانزيمات، الميكروب اللي بيدخل، الميكروب اللي بيدخل الجسم وبيعمل نمو في داخل الجسم هينتج انزيمات، هيدخل وينتج انزيمات. هذه الانزيمات بتعمل مشاكل في صحة الإنسان. أيضا البكتيريا هذه اللي دخلت جسمنا أو دخلت جسم المريض بتفرز توكسينز، سموم بكتيرية. هذه السموم أيضا تعمل ظهور للأعراض. باثوجينيك بروبارتيز أوف فانجاي، كمان اللي هو الخصائص الامراضيه لمين؟ للفطريات. ليش هذا الفطر ممرض؟ ليش بيعمل تاثير على صحه الانسان؟ هتكلم عنه. هوست ديفنسز، هنا الهوست مقصود فيها العائل، الهوست مقصود فيها العائل. هوست ديفنسز يعني مقاومه العائل، يعني مقاومه المريض، يعني المريض يقاوم. مش كل انسان بيدخل له ميكروب معناته انه خلاص هيستسلم للمرض، لازم الجسم يقاوم. من هذه الطرق المقاومة الميكانيكال فاكتورز، العوامل الميكانيكية، العوامل الميكانيكية زي الجلد، الجلد بيمنع دخول الميكروب، زي المخاط في الأنف، زي الطبقة المخاطية اللي موجودة في الفم، زي الطبقة الطلائية الموجودة في الفم، كل هذه الأشياء، زي حامض المعدة، هذه بسموها ميكانيكال باريرز أو ميكانيكال فاكتورز. في عند الكيميكال فاكتورز زي HCL الموجود في المعدة، زي العصارة الصفراوية، زي اللعاب الموجود في الفم، هذا مواد بتقاوم الميكروبات. نورمال مايكروبيوتا أو الكائنات الدقيقة الموجودة بشكل طبيعي في جسم الإنسان، هذه تقوم أيضا بمقاومة الميكروبات إيش؟ الممرضة. فبدنا نتكلم خلال الفصل عن هذه المفردات. أيضا نتكلم عن الفاجوسيتوسز، البلعمة، يعني مثلا الخلايا البكتيرية البيضاء تقوم ببلعمة البكتيريا أو الأجسام الغريبة. هذه العملية بسموها فاجوسيتوسز، هنفرد لها محاضرة كاملة كلمة الفاجوسيتوسز. مايكروبيال إيفيجن أوف باثوجينيسيتي، مايكروبيال إيفيجن أوف فاجوسيتوسز، يعني كيف طريقة تملص الميكروب، كيف الميكروب يتملص من جهاز المناعة، يتملص من عملية البلعمة. أيضا هناك في آليات وطرق بيستخدمها الميكروب حتى يقوم بالهروب والتملص من الجهاز المناعة، وخاصة خلايا الدم البيضاء البالعة، من عملية اللي هو الفاجوسيتوسيس أو عملية البلعمة. هنتكلم أيضا محاضرة كاملة عن حاجة اسمها الانفلاميشن، أو ردة الفعل الطبيعية المناعية لجسم الإنسان، inflammation. كلمة inflammation وكلمة infection يعني كتير ناس بيخلطوا بينها، بالعربي تنتين التهاب، لكن infection
معناتها عدوى مسببة من مين؟ من كائن ممرض، يعني بسمي فايرال انفكشن، التهاب فيروسي، بكتيريال انفكشن، التهاب بكتيري، فانجال انفكشن، التهاب فطري. لكن لما اقول انفلاميشن هي ردة الفعل اللي قام فيها جسمنا بعد تعرضه لشيء غريب دخل جسمنا، وهنتكلم عنه في محاضرة كاملة. ايضا هنتكلم عن حاجة اسمها كومبليمنت سيستم، او العامل المكمل. العامل المكمل هذه 9 انواع من البروتينات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وكل واحدة بتعطيها رقم، فسي 1 سي 2 سي 3 سي 4 سي 5 سي 6 وسي 7 وسي 8 وسي 9، حرف سي اللي هو اختصار لكومبليمنت. هذه طبعا بروتينات موجودة في الجسم، بتكون على شكل خامل، على شكل خامل او بشكل خامل، لكن لما يتعرض الى ظروف معينة في دخول الميكروب معين تبدأ تتنشط، واحد بنشط الثاني، تصل إلى أنها منظومة كاملة متنشطة بتهاجم اللي هو الكائنات الممرضة، عشان يسموها complement system أو العامل أو النظام المكمل. الانترفيرونز هذه مواد بتفرزها خلايا الجسم حتى تقاوم فيها الفيروسات، تقاوم فيها مين؟ الأمراض الفيروسية، الفيروسات، الانترفيرون. الانترفيرون هي مواد بروتينية تفرزها خلايا المجاورة للخلايا الخلايا المصابة بالفيروس، تنتج الانترفيرون، تنتج الانترفيرون. يبقى الخلية العائل لما تتعرض إلى الفيروس بتنتج مركب اسمه الانترفيرون. الانترفيرون بيروح بينقل إشارة لمين؟ للخلايا المجاورة المش مصابة بالفيروس، بتخليها تنتج مركبات أو بروتينات اسمها أنتي فيرال بروتينز، فبتهاجم اللي هو الفيروس. الموضوع الأخير هنتكلم عن الأنتي مايكروبيال، المواد اللي بنستخدمها ضد الميكروبات، أنتي مايكروبيال دراجز، الأدوية المضادة للميكروبات. مثلا the action of anti microbial drugs، كيف بالشغل تبعه، كيف بالميكانيزم اللي بيتبعه الدراج، الدواء كيف بيهاجم وبيقتل اللي هو الميكروبات. Antibiotic inhibitors، antibiotic inhibitors تعمل of cell wall synthesis. مثلا انواع من المضادات الحيوية بتمنع تخليق الجدار الخلوي، زي البنسلين، زي البنسلين. مثلا antibiotic تعمل injury of the plasma membrane، زي النيومايسين. يعني عندك مضاد حيوي، مضاد حيوي بيأثر على بيعمل ضرر في الغشاء الخلوي للخلية البكتيرية، وزي النيومايسين مثلا او الباسيتراسين الى اخره، فهذه تعمل ضرر في وين؟ في الغشاء الخلوي. ايضا inhibitors of nucleic acid synthesis، يمنع تخليق الاحماض النووية للخلية البكتيرية. يعني هناك في مضادات حيوية بتشتغل على هذا الكلام، بتمنع تخليق. ايضا antibiotics competitive، بتعمل تنافس مع مين؟ of inhibitors. يعني في كمان تعمل تنافس، زي مثلا بابا بسموها بارا امينو بنزويك اسيد، هذه تتنافس مع الفوليك اسيد، عشان هيك بتمنع تخليق الفوليك اسيد من قبل مين؟ من قبل البكتيريا، وبالتالي بتموت البكتيريا. ايضا هناك انتي فانجل دراجز، ادويه مضاده للفطريات، بتعمل انهبيشن اوف ارجستيرول، تمنع تخليق الارجستيرول اللي موجود في الجدار الخلوي. ايضا antifungal drugs inhibition of microtubules. احنا بنعرف في هناك اجسام دقيقة بتكون موجودة في الخلايا الفطرية. هل الان لما يكون الدواء بيمنع تكوين اللي هو الميكروتيوبيولز، هذه الانابيب الدقيقة، وبالتالي بتموت الخلايا الفطرية. ايضا في هناك ادوية اسمها antiviral drugs تعمل النيوكليسايد والنيوكليتايد and النيوكليتايد ايش؟ analogs، تعمل تضاد لتكوين النيوكليسايد او النيوكليتايد. مثلا احنا بنعرف انه الدي ان اي مكون من شريط مزدوج، شريط مزدوج من وحدات، هذه الوحدات اسمها نيوكليتايد. النيوكليتايد كل نيوكليتيد بتكون من مين؟ من قاعده نيتروجينيه، ومن حامض، من عفوا، من قاعده نيتروجينيه وفسفور، وايش كمان؟ و سكر خماسي. الان القاعده النيتروجينيه تتشابه مع دواء معين،
زي مثلا دواء مضاد للفيروسات اسمه اسيكلوفير. هذا الدواء بيشبه قاعدة نيتروجينية، فبدل ما يكون أثناء تكوين الدي ان ايه بدل ما يحط قاعدة نيتروجينية بروح بحط ايش؟ الدواء اسيكلوفير، وبالتالي بصير دي ان ايه مضروب، دي ان ايه مضروب لا يستطيع انه ينمو، وبالتالي هيك بصير في مقاومة للفيروسات. هذا كل مفردات المادة. طبعا انا شرحت لكم كل المادة في محاضرة واحدة، ما تستصعبوش من هذا في محاضرة واحدة، فإحنا إن شاء الله بنفصل هذه المفردات على مدار الفصل، على مدار الفصل إن شاء الله تعالى، ومش هتكون هناك أي صعوبة بالتفصيل. لو تكلمنا عن حاجة، ما هو المطلوب خلال الفصل؟ أولا أن يتعرف الطالب على واحد البكتيريا من حيث الأشكال والأحجام والترتيب وكيفية رؤيتها تحت المجهر. هذا طبعا من الأشياء اللي احنا بدنا نحققها، كيفية صباغة البكتيريا والفائدة المرجوة من ذلك. ليش احنا بنصبغ البكتيريا؟ وقلنا انه البكتيريا هي بكتيريا ايش؟ غير ملونة، هي شفافة، وبالتالي لا يستطيع الإنسان انه يشوفها، عشان هيك نلجأ الى عملية ايش؟ عملية صباغتها. النقطة الثالثة، الخصائص التشريحية لمكونات الخلية البكتيرية. زي ما حكينا هنتكلم عن الجدار الخلوي، السيل وول، الغشاء الخلوي، سيل ميمبرين، نتكلم عن السيتوبلازم، هنتكلم عن الريبوسومات، الوحدات اللي بتكون أو بتخلق من خلالها البروتين اللازم للخلية البكتيرية. وإحنا عارفين إنه الكائنات الحية الدقيقة زيها زي الكائنات الحية الدقيقة، الكائنات الحية الكبيرة، فبتحتاج إلى تخليق البروتين. البروتين هو الأساس في تكوين الإنزيمات، والإنزيمات لا يمكن الاستغناء عنها، لأنه أي عملية داخل جسم الكائن الحي لا تتم إلا في وجود الإنزيمات. فلما يكون الريبوسومات مهمة في تخليق البروتين. أربعة، لازم نتعرف على المتطلبات الفيزيائية والكيميائية لنمو وتكاثر البكتيريا والعوامل المؤثرة في نمو البكتيريا. خامات مختلفة للتحكم في النمو الميكروبي، حكينا عن الفيزيكال والكيميكال ميثودز، الطرق الفيزيائية والكيميائية، وطرق التخلص من البكتيريا الضارة هنتكلم عنها، وهذا مهم جدا في عملنا في داخل المستشفيات والمراكز الصحية. وهذه البكتيريا الغير كيف نتخلص منها، الغير مرغوب فيها، وكيفية التعامل معها للحفاظ على أنفسنا وبيئتنا منها. كيف نتخلص من العينات الممرضة، كيف نتخلص من عينات الدم الملوثة، كيف نتخلص من عينات السبيوتم البلغم اللي موجود فيها ميكروبات ملوثة، كيف نتخلص من عينات اليورين والستول البول والبراز اللي ملوثة في داخل المستشفيات والمراكز الطبية. ستة، كيف نتكلم عن الفطريات وخصائصها وأهميتها الطبية وكيف تسبب الأمراض وكيفية علاجها، زي مرض التينيا، تينيا بيدس وتينيا كوربورس وتينيا كابيتس الموجودة في بين الأصابع، هذا بصيب، والكوربورس بصيب الجسم، والكابيتس اللي بصيب فروة الرأس اللي سعفة الرأس. سبعة، الكائنات الأولية والديدان الممرضة وخصائصها وما هي الطرق اللي بالتخلص منها. طيب نرجع تاني آلية حدوث المرض، قلنا طرق دخول الميكروب البورتال اوف انتري، مسبب المرض كوزيتيف ايجنت، انتاج الانزيمات، كيف الميكروب بينتج انزيم، يعني الميكروب لما ينتج انزيم يعني ممرض، وكما بينتج انزيم ضار لجسم الانسان، وايضا السموم اللي هو التوكسين، كيف الميكروب ينتج السموم وشو تأثير السموم على جسم الانسان، دور جهاز المناعة